اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه، وعلى ما يسرته من تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً دائمةً متلازمةً بدوام ملكك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم عمر به بيوتنا، واشرح به صدورنا، واحفظ به أولادنا. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر به عنا السيئات. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا. اللهم اجعلنا في آخر رمضان من الفائزين. اللهم لا تصرفنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. تقبل صدقاتنا، تقبل صدقاتنا، تقبل صدقاتنا. اللهم تقبل من المتبرعين، اللهم تقبل من المتبرعين، اللهم تقبل من المتبرعين، واجعل صدقاتهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل صدقاتهم خالصة لوجهك الكريم، طهرها من الرياء، طهرها من الرياء، طهرها من الرياء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تبارك للمتبرعين في أرزاقهم وفي أموالهم وفي عافيتهم وفي نياتهم. اللهم جازهم عنا وعن إخوانهم وعن مساجدك خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ارزقنا الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا الجنة ونعوذ بك من النار.
اللهم ارزقنا الجنة ونعوذ بك من النار. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تحرمنا من رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل رمضان شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، فرج الكرب عن المكروبين، ونفِّث الهم عن المهمومين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في آخر ليلة من رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في آخر ليلة من رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في آخر ليلة من رمضان. اللهم يا ربنا اجعل هذا العيد القادم عيد نصر وعز لأمة الإسلام في كل مكان، اللهم فرح به النفوس والقلوب المؤمنة، اللهم فرح به النفوس والقلوب المؤمنة، اللهم فرح بهذا العيد النفوس والقلوب المؤمنة. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام فرحنا يوم القيامة بصحبة حبيبك في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.